أهلا بكم مشاهدينا وإلى الفقرة الصحفية، وأكيد فيها مجموعة من التقارير والأعمدة والتحقيقات، وسعداء جدا بصحبة الأستاذ أحمد خليل. حبابك حبابك يا خليل يا أخي، صباح الخير وصباح الخير للمشاهديننا. مرحبا بك حبابك، طلع عليكم اليوم ده يوم فيه فعاليات كثيرة وأخبار شايفة ما شاء الله برضه كويسة شحمانة كويس إن شاء الله كده مصلحة البلد ومصلحة التحول الكبير اللي بيشهد السودان إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله تحية لك حبابك والله، مرحب بك. البداية مشاهدينا من الانتباه، جاءت بهذا التقرير: تلتئم جلساته اليوم اجتماع أصدقاء السودان، هل يمطر دعما؟ هكذا عنونت الصحيفة لهذا التقرير. بدأت الصحفية هالة حافظ بداية هذا التقرير بهذه المقدمة: يلتئم اليوم بقاعة الصداقة اجتماع أصدقاء السودان الذي يضم ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والصين واليابان وقطر والسعودية والنرويج والإمارات وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. دي بداية التقرير، حنجي إن شاء الله نشوف كمان برضو شنو اللي حمله. أستاذ أحمد خليل، الناس بتنتظر كانت هذا الاجتماع اللي معول عليه كثير من النتائج، كيف يمكن قراءة هذا الاجتماع اللي يلتئم اليوم يبدأ جلساته، وشنو اللي ممكن يضيفه للحالة في البلد؟ أولا هذا الاجتماع في السودان في هذا الوقت، في هذا يعني في نهاية السنة مع بداية موازنة جديدة للعام، الناس بتستعد لموازنة، موازنة العام 2020. هذا الاجتماع له دلالات ومؤشرات كثيرة جدا جدا. أولا يعني أنه حدث يعتبر حدث كبير، يعني دول ما كان قاعد تجي السودان تشارك في مؤتمرات، خليك من أنه يعني الدعوات سايجي يشاركوا في مؤتمرات ما قاعدين يجوا. الآن نحن يا دوب شفنا الأصدقاء، أصدقاء السودان اللي بيقول عنهم بيتحدث عنهم دائما وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي في أول مؤتمر صحفي له كان يتحدث أنه هنالك أصدقاء السودان مستعدين أنه يتعاونوا مع السودان لخروجه من هذه الأزمة. نعم. طبعا نحن لما نجي تشوف الوضع الاقتصادي، الناس كلها بتتجه في أنه يا أخي نحن محتاجين لقروض، محتاجين لي منح وهبات. يعني الموضوع ما الناس ما ننظر له بهذا الاتجاه، مفترض ننظر له بنظرة فنية. هذا الاجتماع النظرة الفنية بتكون أحسن وأفضل. طيب شنو الفرق ما بين النظرة الفنية اللي أنت بتتكلم عنها والنظرة اللي بيشوفوها الناس اللي هي مسألة الهبات؟ زي ما أنت الهبات دي ما هي حدا، يعني أنت لو أدوك أي مبلغ في ظل الوضع الاقتصادي الآن يعني ما حيطلعك لبرا الأمان. نعم. ولكن لما تجيك مساعدات فنية وآراء وملاحظات وخطط وبرامج حينفذوها معاك الأصدقاء أفضل مما تجيك مبالغ مالية. نعم. طيب نحن نشوف الدول المشاركة شنو. الدول المشاركة عندنا 5 دول عربية على رأسها السعودية والأمارات ومصر والكويت وقطر. نعم. عندنا أمريكا وكندا، وفي أوروبا عندنا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. هي 20 دولة، بلجيكا والسويد والدنمارك، كثير من الدول حتشارك، يعني دول لها وزن. يلا هذه الدول مشاركتها معناته هنالك إمكانيات فنية وتكنولوجية حاضرة في هذا المؤتمر. تكنولوجيا في كل المجالات، مجال صناعة، مجال زراعة، مجال حتى مجال التكنولوجيا المعلومات. نعم. مجال وضع الخطط. لما يكون عندي مشكلة في الكهرباء يجوا الألماني يقعدوا معي في المؤتمر لأنه مشكلة الكهرباء، يقول لي 1 2 3، طيب أنا ما عندي الإمكانية، أنتوا حتقدموا لي شنو؟ ألمانيا هيقول لك يا أخي أنا حقدم لك، أنت عندك فاقد مثلا 20% من التيار قاعد يمشي، أنا حقوم أعمل لك كده. كويس، عندك المحطة اللي أنا شغال لك سيمينز في برسودان، حقوم أديك تاني 3 محطات في الحتة الفلانية والحتة الفلانية. أنت استغنى عن كده، يلا باعتبارهم خبرة، يعني خبرة. كويس، حيضعوا لك خطط وبرامج أنت تنفذها، وما حيخلوك لوحدك عشان تنفذها، هم حيجيبوا معهم خبرة. ده واحد، أنت محتاج لهذه الخبرات وهذه الاستشارات لأنه أنت كنت معزول من العالم، خاصة التكنولوجيا الأوروبية. أنت معزول عنها 30 سنة، أنت معزول عن هذه الاسمين. عندك مشكلة بتاعت مواصلات بيحلوها لك، حتى وضع السياسات المالية ذاتها
المالية والنقدية في إنه كيف تخرج من أزمة يعني الفرق بتاع السعر الموازي والسعر الرسمي والأسعار الكثيرة والعملة الأجنبية اللي هي أصبحت سلعة. أيوة. وبالتالي هذا المؤتمر حيدرس اسمه، هو حيبدأ بجلسة افتتاحية بيحضرها الإعلام وبعدها حيغلق الجلسات. أيوة. الإغلاق ده معناته في كلام كثير جدا جدا حيتقال، تقريبا حيشرح تشريح للحالة الاقتصادية في السودان، للوضع الاقتصادي. طيب أصدقاء السودان ليه منطلقوا من ياتهم؟ طبعا نحن في دول عندنا معهم علاقات قديمة جدا جدا، نعم. حرمنا من هذه العلاقات لسياسة النظام البائد يعني اللي كان بيحاول يصدر صوراته للعالم الثاني للدول الثانية، بالنسبه انه يا اخي هو بيرى مشروع وهو مشروع اسمه يعني. فصدرنا يعني السودان يعني ثم يعني الى وصول القائمه الدول الراعيه للارهاب. كويس. فهذا المؤتمر كويس احنا يعني نتوقع منه توصيات جيده كويس، وعلى هذه ضوء هذه التوصيات ممكن يعني السياسه الاقتصاديه والماليه كويس تضع. طيب كمتابع مراقب تتوقع نتائج على أرض الواقع؟ ما أنت هسي الآن اتكلمت عن تفاؤل فيما يخص المخرجات. كويس. نقول طلعت المخرجات، هل حتاخذ زمن عشان تتنزل على أرض الواقع ويستفيد منها المواطن؟ ما هو في النهاية السؤال اللي بيطرح نفسه الكلام ده حينعكس على حياة الناس بياته بشكل طيب. هل سريع هل حيتأخر الناس تتفاؤل أكثر؟ نحن خلينا نتحدث عن سياسات كويس، رؤية فنية عن خطط. يعني ما في خطة بتضع الليلة بتديك ثمارة، في خطة لعشرين سنة، في خطة قصيرة، في خطة طويلة متوسطة المدى. كويس. يلا نحن خلينا نتحدث مثلا، خلينا يضعوا لنا خطط في تطوير الصادرات وتنويع الصادرات السودانية. كويس. في تقليل الميزان التجاري لصالح شنو؟ لصالح التصدير وليس لصالح الاستيراد. بدل يبقى أنا عندي 7-6 مليار دولار كويس لصالح الاستيراد، خليه يبقى على الاقل 2 مليار يعني. يعني انا ما قاعد استورد 80% من حوجتي او 85% من حوجتي من برا. أيوة. خلي انا يعني احنا الزيوت قاعدين نستوردها كويس، خلي اوطن الزيوت يا خلينا بس الزيوت دي نشتغل على الزيوت دي واحد. نشتغل على التصنيع، تصنيع اللحوم كويس. اللحوم احنا بدل نصدر كويس لحوم حيه احنا عملها، مش اللحوم ساي بس تعملها تطبح لا، في تصنيع، في بيرجر، حتى الأحشاء ذاتها بالمناسبة داخل في كمية من الصناعات، كمية من الحاجات ممكن تكون قيمة مضافة. يا أخي عمل بيرجر، عمل سجوك، عمل مرتديلا، عمل الحاجات دي صدرها للدول اللي حواليك. كويس. شوف أنت هتكون شغلت كم شخص شاب وشابة كويس، وفتحت أبواب رزق جديدة. طيب عملت دخل للدولة. أعيد السؤال، هل 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 متوقع سريع؟ سريع مخرجات الاجتماع ده عشان بعدك متوقع سريع لا انه يدق يعني بعد المساعدات والمنح كويس، ولكن هو حيضع برامج في انك كيف تخرج. نعم. يعني عباره عن روشته. نعم. وممكن تكون روشته قاسيه جدا جدا. ممكن تكون روشته قاسيه الالتزام بها، لانه احنا قاعدين نشتغل بدون قانون كويس. نحن الاستثمار، ناس بتجي تستثمر في السودان باسم الاستثمار بتفتح لها محل بتاع ستائر يعني. هو طبعا هذا ما كان موجود في الفترة الماضية او النظام السابق، لكن الان ينبغي ان تكون كل الخطط مدروسة بالقانون او بالطريقة العلمية اللي تخرج البلاد من وهدتها ومشكلتها. غايته يعني احنا ممكن نطلع كويس، وفي امل نطلع، لانه بيجينا يعني نتعامل مع الخبراء كويس. نعم. هل في شك انه امريكا اقتصادها في بريطانيا، في السعودية، في الأمارات، في الدول المراعية يعني. وما تنسى الصناديق، وجود الصناديق عندها روشتات وبتساعد. نعم. بالمناسبة خاصة الصناديق العربية. الصناديق العربية قاعد تقدم دعم كبير جدا جدا، بس الناس كيف تقدم مشروعات؟ نحن يعني نقدم بكرة دراسة نقدم دراسة جدوى، يدونا لها حاجة تمشي تعمل بها حاجة ثانية. كويس. نعم. فانت كيف تكون صادق مع الناس؟ نعم. في دراساتك اللي بتقدمها. والعالم حريص في انه السودان يستقر. نعم. تمام. طيب واحده من الحاجات اللي جات في صحيفه الصحه يمكن تخدم جانب من الاشتراطات الموجوده فيما يخص ب
تعاون السودان وتعامله مع الإطار الدولي سواء الإقليمي أو حتى العالمي موضوع ملف السلام. وهنا في تقرير في الصيحة تحت عنوان وساطة جوبا تقول السلام في السودان أصبح مسألة وقت، هكذا عنونت الصحيفة لهذا التقرير. وجاء فيه أكد رئيس وفد الحكومة المفاوض نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي أن الوفد جاء بإرادة صلبة ورؤية شاملة مسنودة برغبة الشعب الذي يتطلع لسلام يخاطب جذور الأزمة. وانطلقت بجوبا عصر أمس وسط حضور كثيف الجولة الثانية للمفاوضات بين الحكومة والحركات وبحضور رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة الجنوبية، حيث أمن الحضور على ضرورة أن تكون الجولة حاسمة. في نقطتين فيما يخص هذه الجزئية من التقرير أستاذ أحمد خليل. النقطة الأولى أنه جولة تخاطب جذور الأزمة، يبدو لي سلام ما لم يخاطب جذور الأزمة مشكلة. والحاجة الثانية اللي هي ضرورة أن تكون الجولة حاسمة، هل يمكن تخرج هذه الجولة هذين النقطتين إلى أرض الواقع؟ الله بالعكس، أنت عارف يا خليل هذه الجولة يعني هي جولة محظورة، يعني حتى على صعيد المراقبين يعني في دول أوروبية قاعدة، في أمريكان قاعدين، في العالم كله قاعد في جوبا. زي ما قال الحلو قال السلام هناك في الخرطوم، نحن بنتناقش هنا لكن التفاصيل كلها في الخرطوم. حقيقة حلو كان كلمته كلمة مسؤولة، يعني كلمة بتاعت رجل دولة ورجل سياسي، في انه يا اخي نحن دارين السلام لانه السلام داير الشعب السوداني. فلما نتكلم الحلو بهذه العبارات بهذه المنطق وهو اكبر الفصائل، حقيقة بديك احساس بانه يا اخي في شغل ماشي لقدام. حتى الوساطة الآن عنوان التقرير إنه بتقول بتصرح إنه أصبح مسألة وقت. أصبح ليه؟ لأنه أنت قاعد تخاطب، أنت قلت جذور المشكلة. جذور المشكلة هي النازحين واللاجئين الموجودين، التهميش الموجود. جذور المشكلة حصل تغيير في السودان. ميس. وتاني المشكلة وين؟ وبالمناسبة الأكثر تصاريح ما كانت بتلقاها ما مسؤولة بتجيك من الجبهة السورية. يعني حسنا نحن في خبر هنا جاي من ناس الجبهة السورية ما مسؤول يعني في وقت زي ده. هل يمكن يلقي بظلال ويأثر على الجولة؟ هو ما بأثر، هو ما بأثر. يبقى أنا الحلو ده مشى معاك معناته بقيت الناس زي حتى مشى معاك. هم شاءوا أو أم أبوا الوقت للسلام. طيب حميتي كلامه كلام مسؤول جدا. كلام مسؤول في انه يا اخي نحن دارنا نحقق السلام ونحن دارنا ده واحد. طالما السلام بقى في الخرطوم الناس يعوا انه السلام في الداخل يا اخي مرحب وحبابا. قبل فتره احنا كنا بنتناقش لرسل السلام وقناديل السلام اللي قاعد تجي من قبل الحركات، حركات الكفاح المسلح وصفودها اللي قاعد تجي السودان، قاعد تخاطب جماهيره. اتضح للناس انه يعني الناس متشوق للسلام، رغبه، في رغبه كبيره جدا انت بدك ترفع السلاح من اجل المواطن. انت حتنحاز لجماهيرك، من حست لجماهيرك حتبقى شنو؟ استغرت خارج السرب، خارج السرب. وبالتالي الوقت للسلام والوقت للتنميه ويصل النهوض بهذا البلد للاستقرار، لتوفير العلاج المجاني ولا الصحة لمناطق اللي تعرض للحروب للنزوح، إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم إلى مواقعهم. طيب. توفير لهم وسائل إنتاج. لابد إنها تكون جولة حاسمة إن شاء الله. فهل المعطيات تؤكد أنها ستكون؟ إلى الآن المعطيات تؤكد. تمام. وعن سنتابع مشاهدينا كل مستجدات المفاوضات وكل ما يحدث وكل ما يطرأ، وسنملك المشاهدين كل التفاصيل طبعا بكل حيادية. يعني الآن هذا التحليل والعرض الإخباري وكل المضمون بكل حيادية، لابد أن يصل للرأي العام ما يحدث وما يدور بمهنية عالية، ولا شنو يا أستاذ أحمد؟ والله نحن حيادية، نحن بننحاز للمواطن. يعني أنا أحمدنا قاعد أقول لهم أنا ما محايد، أنا محايد، أنا منحاز للمواطن، منحاز لقضايا المواطن، منحاز لقضايا الوطن. نعم. القضايا الوطنية ما فيها حياد.
والسلام قضية وطنية لابد نحاز للسلام كويس، لابد نحاز للسلام كويس. الحيادية اللي بتقولها أنت الحيادية المهنية لصالح المواطن، هي أصلا هي لابد أنها تصب في صالح المواطن. طبعا طبعا يا خليل. نمشي للتيار، وفي ثانيتها نائب رئيس العدل والمساواة للتيار، تعيين الولاة سيعدل انهيار التفاوض، هذه رؤية أخرى كمان أو جانب آخر. حنشوف معك أستاذ أحمد هل هذا الاتجاه سيكون يؤثر على المفاوضات اللي أصبحت مسألة وقت، السلام أصبح مسألة وقت الآن. هنا نائب رئيس العدل والمساواة في تفصيل التقرير، التيار بتقول جددت حركة العدل والمساواة موقفها بشأن رفضها لتعيين الولاة والمجلس التشريعي قبيل الوصول لاتفاق. وقال نائب رئيس الحركة آدم عيسى حسابه إنه أي اتجاه لتشكيل حكومة الولايات أو حكومة الولايات نعم قبل إتمام عملية السلام سيؤدي إلى انهيار الثقة بين قوى الكفاح المسلح والحكومة الانتقالية. أستاذ أحمد خليل ما رأيك شنو؟ نحن طبعاً قبل يومين بالضبط كان عرضنا مقال أستاذ عثمان ميرغني. والله أنا رأيي خليل رأيي إنه لو ما شكلت الحكومة نحن ذاتنا حننهار، يعني نحن حنقعد ننتظر الليمتين يعني شكل كويس مكلفين، وكد ما يجي السلام يتحقق السلام يتم التعديل. المشكلة وين يعني؟ طيب الآن هو طالما أصبح مسألة وقت السلام، الولايات ما بتتحمل، أصبحت لا تتحمل، الولايات والمحليات أصبحت لا تتحمل، ما حصل فيها أي تغيير. سوى ده كلام استهلاك يعني، يعني التعليق عليه ذاته أنا قاعد أشوف إنه يعني أنت الناس بتتفاوض هناك وفي فصائل كبيرة بتتفاوض مايس. يعني أنا ما عارف، لكن الناس حتتجاوز كثير من الأشياء مايس. وحتى التصاريح في أوقات زي دي يعني عدم المسؤولية ذاتها، يعني ضبط الخطاب الإعلامي بالمناسبة مهم جدا جدا. طيب هل هل أنت هل ما ممكن تنسف عملية كبيرة قائمة ناس قائمين وقاعدين فيها وفيها رعاة وفيها دول كبيرة مايس بتصريح مثل هذه التصريحات؟ طيب هل هل سبق إنه العدل والمساواة قدمت أي مقترح أو أي مشروع أو أي اتجاه ل أو فكرة لموضوع تعيين الولاء والمجلس التشريعي؟ ما هو انت الان ما ممكن تبقى بس بتقول في كلام، ما هو فصيل واحد، هما فصيل واحد في الجبهه الثوريه بقول الكلام ده، هما الجبهه الثوريه كم فصيل يعني نعم. مفترض يبقى الجبهه الثوريه يبقى راي الجبهه الثوريه، مو طالما زول في تحالف مفترض يبقى ما عنده راي، يعني يبقى رايه راي التحالف، يعني التحالف اللي فيه يعني ما يطلع التحالف من التحالف، يطلع من التحالف يتكلم برايه يعني نعم. طيب نمشي لموضوع تاني في السودان. هنا مياه الخرطوم تحذر من مشكلة في الإمداد بسبب التمويل. يعني الموية كمان برضه حاجة الناس في أمس الحاجة لها يعني. تبقى الآن خلينا نشوف شنو اللي جا في التقرير. شدد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم مالك العبيد على أهمية تسريع خطوات برنامج التمويل الاتحادي لعدد من مشروعات المياه، موضحا أن شركة أكسس جلوبال المنفذة للمحطة ستبدأ في العمل فورا، وأن إنتاجية المحطة في الأشهر الستة الأولى تصل إلى 50,000 متر مكعب في اليوم لتبلغ الإنتاجية الكلية، وذلك لمجابهة الصيف القادم. وقال في تصريح أمس إنه توقف التمويل وتأخيره بيفاقم المشكلة في الصيف المقبل. خلينا نجي في الحد هنا ونجي نشوف لو في جزئيات محتاجة لتعليق بقية نجي ليها. هل يمكن قراءة يعني تصريح المدير العام لهيئة ولاية الخرطوم متعجل يعني، لأنه في لسه في شغل حاصل يعني الآن والصيف جاي، هل يمكن قراءته متعجل ولا؟ الله يخلي الناس تستعد من بدري يعني إلا يعني يجي الصيف يقول لهم يا جماعة المحطة والناس زارين قروش والناس مشكلة زارين تمويل، خليه يحذر من بدري. طب الحكومة الاتحادية يعني تواظب على دفع التمويل بشكل متيسر للشركة عشان الشركة تواصل في عملها حتى لا يعني احنا ما شفنا عانينا معاناة الكهرباء شوية، الناس يتحمل الكهرباء لكن الموية ما صعب انك تتحمل حتى الموية لما تحصل فيه بعض الاشكالات الناس بتتأذى صعب على من بدري يحطاطوا للوضع ده انه يعني الموية بشكل الحالي. في السنوات السابقة كان الكهرباء اكثر حاجة، لكن الموية كمان صعب على الناس. يعني كويس انه من الان
هو باعتبار انه وده الجانب الفني يعني. قبل شويه كان في كلام عن الجوانب الفنيه واي زول في محله يعني حسب تخصصه وحسب الحاجه اللي هو بيقوم بها. طيب في موضوعين خاصات بي 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 او تقريرين نتكلم عن موضوع واحد اللي هو موضوع الدولار. كويس نبدا بالتقرير الاول. الدولار يقفز الى 88 جنيه بالموازي. كشف متعاملون بالنقد الأجنبي بالسوق العربي الخرطوم للصحيفة السوداني أمس عن ارتفاع كبير في أسعار العملات لزيادة الطلب وقلة المعروض بالسوق. وقال تاجر عملة للسوداني إن سعر شراء الدولار بلغ أمس 87 جنيه أما البيع ف 88 جنيه فيما قفز سعر الريال نحو 22.300 لسعر الشراء أما البيع ف 23 جنيه. و توقع المزيد من ارتفاع العملات ما لم تطرح الحكومة النقد الأجنبي بالأسواق. الموضوع الثاني إنه هو تأثير الدولار ده بيرفع سقف التوقعات بزيادة جديدة في السلع. لكن خلونا نعلق على الجانب الأول. أستاذ أحمد خليل يعني 88 جنيه أنت عندك مشكلة في إيراد النقد الأجنبي أحودي. والسوق بيحكم العرض والطلب والمضاربات اللي قاعد تحصل في السوق الموازي الوفرة الآن في زيادة عندك دولار وكل في المعروض. عندك دولار في السوق بينزل ما عندك دولار حيصعد. إحنا مشكلتنا من انفصال الجنوب 90% من إيراد النقد الأجنبي مشى مع الجنوب. كان هي كلها 500,000 برميل أنا ماشي حالنا جنوب مشى الآن نحن 115 ولا 117 ألف برميل. أهلا من الشركات تشيل نصيبة يبقى أنت عندك كم. لكن في موارد تانية ممكن تعوض يعني. ما قاعد تعوض يعني أنت الموارد هي ينبغي أنها تعوض. أي ما قاعد تعوض يعني أنت 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 بتصدر ب 3 مليار كل الإيراد بتاعك وأنت محتاج ل 9 مليار. ما أنا في البداية قلت لك نحن 80% أو 85% من موادنا يعني من حياتنا بنستوردها. بنستورد الأدوية، بنستورد القمح، بنستورد المحروقات بأشكالها المتنوعة، بنستورد حتى مناديل الورق اللي قدامنا دي قاعدين نستوردها يعني. الدكوة قاعدين نستوردها. زبدة الفول السوداني. زبدة الله طبعا اسم جميل خلاص. شوف التسويق ده حاجة جميلة بدل دكوة زبدة الفول السوداني. الفول السوداني. تجينا من برا. أيوه. مشكلة والله. كويس قريب ال 200 وكم. شر البلية ما يضحك يعني. فأنت يعني تتوجه للإنتاج ولا السلع النقدية تشتغل عليها عشان تمرق. طيب يعني 88 دي الناس طبعا قبل فترة بسيطة كان متوقع الزيادة تحصل. وحتى 88 دي في ناس الآن تتوقع إنها تزيد تصل 100 يعني. تصل 100 يعني. هل يمكن نتوقع قرار سياسي تجاه وزير المالية سياسي؟ وزير المالية تحدث قال إنه استقرار العملة لشهر مارس. أيوة الآن مارس ما جاء ما هي الله أنت سياساتك الشغالة عليها والحياة الشغالة عليها. مارس إلا لو دخلت الخزينة إيرادات مارس. طيب. يلا هو الموضوع ده كله بيحتاج لتنظيم يعني السوق ده سوق الدولار ليه الطلب عليه عالي؟ الصادر انت الان عملت قرار كويس جيد بانه البنوك السودانيه تخش تشتري الصادر تشتري من المنتجين لصالح بنك السودان. يعني عائد الصادر حيجي خاشي وين؟ حيجي خاشي بنك السودان. نعم ده واحد. التضييق الحاصل على التهريب بتاع الذهب برضه بزيد لك العملات الاجنبيه وده بتاثر طوال. نمشي على السلع نعم. ونختم بالتقرير ده. طالما نحن اصلا ما منتجين بنستورد كثير من استهلاكنا من برا بيجينا احنا بالمناسبه وفي ارتفاع في الدولار ما احنا بيجينا ناس استهلاكيين بالمناسبه. احنا بيجينا دوله استهلاكيه يعني الثقافه الاستهلاكيه دي مشكله حقيقه كارثه يعني في اتجاه يا استاذ احمد للجمعيات التعاونيه في شغل زي ده ماشي وزاره الصناعه شغاله في اتجاه انه ترجع الحركه التعاونيه ولكن هذا لا يكفي. اهم شيء ويمكن يؤثر لكن انه يعني حتى
يعني المؤتمر بتاع الأصدقاء ده شوف مشكلة إنتاجنا ذاته، نحن ليه إنتاجنا ضعيف؟ في حين إنه في موارد موجودة يعني. ليه إنتاجنا ضعيف؟ يعني ليه نحن الفدان بتاع القمح بدينا 5 بدينا 26 يعني شوال يعني. ده الناس المتميزين البيئة، لكن الناس تزاع 10 شوال ليه؟ ليه ما يدينا 50 جوال؟ ونضطر بعد ذلك نستورد وتبقى في أزمة في الرغيف وفي طيب. عامر بيقول الزمن انتهى، زمن الفقرة، بس نشوف معك سريع قراءتك لتوقعات تأثير هذا الموضوع فيما يخص السلع. حيأثر طبعا. طيب الناس ما الحال ضاق بها يا أستاذ أحمد، السوق ده يعني ماشي ماشي ماشي، والآن الزيادة دي بتنعكس عليه. يا حكومة حمدوك ألحقوا السوق. زي ما بقول الأستاذ عثمان ميرغني مرات قالت لي بعض المقالات قرار من سطر واحد. والله ما من سطر واحد. نحن في دولة فيها مشاكل كبيرة جدا. لا يعني المقصود قرار حاسم طبعا مدروس يعني. بدون طيب شك. انت عملت قرار هل بينفذوا لك منه؟ ما لازم يكون عندك آلية بتاع التنفيذ يعني، ما موجود بتاع انه قرار يعني. يعني لازم تدرب الناس ذات عشان ينفذوا القرار، عشان يسووا بتاع مراقبة للأسواق، دار الناس يراقبوا، دارين تدريب. ربنا إن شاء الله يصلح الحال، ونلتقي بك يا أستاذ أحمد في مساحات تانية، وأخبار تكون إيجابا إن شاء الله، وتكون في نتائج على أرض الواقع تنعكس إيجابا في الحياة الكريمة اللي طلع من أجلها هذا الشعب السوداني. تحية إن شاء الله. تحية لك. شكرا لك. تسلم كثير. دي فقرة الصحف مشاهدينا مع الأستاذ أحمد خليل، متميز في قراءته لما وراء هذه الصحف، وخلفيته الاقتصادية كمان برضه يعني بتنعكس إيجابا على تحليل الجوانب السياسية في المواد الصحفية اللي بنجيبها في كل صباح. نمشي فاصل وحنجي نواصل في فقرة أحلام قريبة، عندنا موضوع النفس بين الكسب والخسارة، أيضا في فقرات تانية في فكرة لبكرة، معرض التمور، وعندنا مجموعة من المحطات في انتظاركم. ما تمشوا بعيد، خليكم معنا. طيبة لحياة طيبة.